السلام عليكم المتتبعين المتتبعات، مباشرة معكم من سوق أحد مسيلة بجهة البرانيس بتازة. هذا السوق الأسبوعي أحد مسيلة. من خلال الدورة اللي ضربنا في السوق شفنا الكسابة وشفنا الناس اللي كيشريو. هاد العام كاين الغلا والغلا بزايد، وهاد الشي اللي بان لي انا من خلال الدوران ديالي في الرحبة، حيت الحولي اللي كان داير 30,000 ريال ولا داير 60,000 ريال، واللي كان داير 25 ولا داير 55، واللي عنده 1500 درهم ولا 2000 درهم رجع شوية الحال هنا يدي شي حاجة. ما كاينش الثمن، ما كاينش الثمن كاع في السوق. ولا غيدي شي حاجة ما تماش، يقدر يدي حولية، يقدر يدي دروس من خلال الدورة اللي درت وشت العتارس. العتارس هاد العام ما كاينش قل من 30,000 ريال، 1500 درهم، يعني العتروس الرخيص داير 25,000 ريال. حضرت العتروس سبعة بخمسة وستين ألف ريال، يعني العتارس اللي مزيانين الثمن ديالهم 45,000 ريال، والحوالة اللي مزيانين في السوق الثمن ديالهم من 4,000 درهم ورد الفوق. ومن خلال الدورة اللي درنا في السوق بان لي هاد العام ناقصة الكتيبة في السوق، ماشي بحال العام داز. العام داز كانت الرحبة كتعمر مع 12 الليل، هاد العام بانت لي الرحبة ناقصة، ما كاينش حتى النص اللي كان كتعمرو العام اللي فات، يعني قول الربع. وهاد الشي اللي بان لي. والناس كاين اللي جاب 3,000 درهم ما قدرش يدي العيد اللي باغي، يعني بقى غير كيشوف. والله ما نسألك السلامة والعافية، هذا ما كان.